نطلع طلعه حلوه. بانجلترا انت مو تلعب؟ باي نادي؟ برايتون. اي مركز تسوي نادي بهذا الموسم؟ هسه صعدنا للدوري الثاني، فزنا الدوري الثالث، الدوري الثاني احنا. بانجلترا الحياه صعبه يعني تختلف عن العراق، شلون شنو الفرق بين العراق وانجلترا؟ الجو اول شيء، وكل شيء كل شيء سريع، يعني كل واحد يروح شغل يرجع يطلع يرجع بسرعه، كله على وقت، مو مثل هنا تقدر ترتاح تشوف اصدقائك. في الويكند تشوف بس السبت والجمعه بالليل والسبت، وها هي تروح البيكاديلي؟ هي اروح بس بالويكند؟ لا اروح اصدقائي، عندي صديق عايش في بيكاديلي فاروح. حلوه بيكاديلي. اي حلو، اي واي اشياء اكو فيها حلوه. هايد بارك مرات اروح الهايد بارك، ما احب الباركات لان الجو ما حلو، مو ما حلو بس يعني ماكو هواي شمس. فمن تقدر شنو احلى مكان ترتاح له بانجلترا؟ احلى مكان ارتاح له بانجلترا مكان اسمه ويست واي، اكو هو منطوبه وحشيش صناعي بس هواية ناس يجونهم وهواية أصدقائي من هناك، لأن أنا لعبت هواية هناك. إي أرتاح لي. مرات هم تحن ترجع العراق؟ إي يعني هاي أول مرة رجعت وحلوة، بس أريد إن شاء الله أروح لبغداد بعد يوم. شو جاي؟ إي ليش لا؟ يلا. من تشجع بإنجلترا؟ أرسنال حلو. المدفع شيء جانرز. اي الجانرز انا ما احب ال خوش. تعال نروح نضاوعهم. لا شايفهم انا بجيك بعدها مرة الاخرى ان شاء الله. يعني يغلبون ان شاء الله الموسم الجاي، بس هم شباب كلهم شباب. لا ما يفوزون بس لعب حلو. هم يمتعون اهم شيء. بس لا تحب مانشستر. لا ما احب مانشستر، لو تشيلسي لو هذول. وجمعنا هاي الاسماء وتقدمت للسيد سدكي، ومن خلال موافقة الاتحاد والحمد لله والشكر جمعنا هاي الافكار وقدمناها لسدكة، وسدكة الرجل وافق على هذه المسألة وسافرت معاه الى اكثر من مباريات وانشاهدناهم واطلعنا بهم واستدعاهم والحمد لله والشكر، اجينا الى 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 العراق وشفتوهم انتم ان شاء الله. طبعا هاي الفكرة قبل سنتين صارت عندي فكرة بان نريد نشوف للعالم بان احنا عندنا لواعب عراقيين يقدرون يحترفون باوروبا، يعني احترافنا ما محدود بس في دول معينه. فالحمد لله المدرب سيدك اقتنع بالفكره والاخوه مساعدوني الاستاذ اسعد الساعدي واخواني في منتدى الكره العراقيه، وقدمنا الاسامي المدرب سيدك وهو قدم المقترح للاتحاد، والحمد لله الاتحاد وافق وسيدك راح بنفسه شاف اللواعب يعني، واكثر شيء ركزنا على اللواعب اللي لعبوا لمنتخبات شباب الدول الاوروبيه مثل اسامه رشيد منتخب شباب هولندا، وعندنا راويز ان شاء الله راح يلتحق بمعسكر تركيا. خو ماكو شيء؟ شو ماكو؟ شو ماكو؟ شوكو ماكو؟ شنهي ما شنهي؟ ما اعرف شنو معناه. هاي صفقه بصراويه. خي بنتي وحشتينا. قلب قلب بين بين غايب علينا ثلاثة أيام مو يومين. بالتوفيق للاعبينا المغتربين سواء كانوا اللي بقوا مع المنتخب الوطني أو في الدوريات الأوروبية، بس أحلى شيء يعني حيدر أسامة ومراد حلو قالوا الكلام بالأخير ما شاء الله. عموما راح نترك كرة القدم. هذا مايون مصارعة، طبعا هذا هدية من مصارع اسمه ماهر راح نتعرف عليه بالتأكيد. هنا الأخوان المصورين يعني الحكي ما يفيد، فراح ألبس هذا المايون